وفي سوريا حيث نجح نادي الطليعة في العودة من العودة بنقطة ثمينة من حلب بتعادل مع الاتحاد بهدف لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري السوري الممتاز بكرة القدم. وافتتح الاتحاد التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق لاعبه محمد الأحمد. وفي الشوط الثاني عدل الطليعة النتيجة بواسطة لاعبه عبدالله فاخوري، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع طرد الحكم لاعب الطليعة محمد أمين حداد لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لهدف. وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما أصبح رصيد الطليعة 9 نقاط في المركز العاشر. وفي قمة مباريات الجولة الثامنة تعادل الكرامة مع الجيش في حمص بهدفين لمثلهما ليرفع الجيش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما انفرد الكرامة بالمركز الثالث رافعا رصيده إلى 14 نقطة. هذا وتجري حاليا في اللاذقية مباراة ختام الجولة الثامنة بين تشرين المتصدر والحرفيين الأخير، والنتيجة تشير إلى تقدم تشرين بهدفين لهدف.